السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل اكتوبر تيست نمبر 1. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب. يلا بسم الله. Choose the correct answer. The greatest non-positive integer is A. مين هو ال greatest non-positive integer؟ خلونا اشرحها في ثانية عشان الناس تبقى فاهمة. انت معاك الانتجر نمبرز بتاعتك عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيجاتيف انتجرز، مثلا نيجاتيف 3، نيجاتيف 2، نيجاتيف 1. طبعا معاك 0 اللي هو مش نيجاتيف ومش بوزيتيف، ومعاك 1 2، وانت ماشي تمام كده. هو بيقولك مين الجريتست نون بوزيتيف. طب البوزيتيف خبيهم كده 1 2 3، خبيلي الجزء ده. مين أكبر حاجة في اللي قدامك؟ الزيرو. الزيرو is the greatest non-positive integer. زيرو، متفقين؟ طيب بعد كده بيقولك 820 divided by 24، الكلام ده equals 34 remainder A. طيب تعالى بقى نستخدم relation between division and multiplication. اتفقنا احنا معانا طريقتين بنحل بيهم المسألة دي. اول واحده ان انت تعمل ديفايد عادي جدا وتوصل للريميندر بتاعك، والتانيه انك تستخدم ريليشن بتوين ديفيجن اند مالتيبليكيشن. ريليشن بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان التو نمبرز دول ديفايزر وكوشنت، لما تعمل لهم مالتيبلاي هيدي لك برودكت. بتاخد البرودكت ده وتوقعه من الديفيدند. بتوقعه من مين؟ من الديفيدند بتاعك. هيطلع لك الريميندر. بص كده انا هعمل ايه قدامك دلوقتي. يعني انا هاخد 24 multiplied by 34، متفقين؟ 4 by 4 16، 6 and carry 1 up. 4 by 2 8 plus 1 يعني 9. اجري حط الزيرو هنا واشطب على الوان اللي انت عملت لها carry up عشان ما تلخبطكش. 3 by 4 12، 2 and carry 1 up. 3 by 2 6 plus 1 7. ابدأ اعمل لي بلس 6 بلس 0 6 و 9 بلس 2 11 1 and carry 1 up. 1 بلس 7 8. طلع لك ايه؟ طلع لي 816. ده البرودكت اللي انت هتوصل. تمام؟ هتاخد بقى البرودكت اللي انت وصلت له ده وتوقعه من الديفيدند. توقعه يعني هتعمل ماينس. هتعمل ايه؟ ماينس. هتاخد 820 ماينس ال 816 بالمنظر ده. 0 minus 6 كانت بي برو 1، مكان 2 هيبقى عندك 1، وهنا بقى عندك 10. 10 minus 6 4، طبعا 1 minus 1 0 و 8 minus 8 0. يبقى الريميندر بتاعك ايه؟ 4. الريميندر بتاعك اللي انت بتدور عليه دلوقتي 4. تعالوا نحلها بالديفايد كمان يا شباب، يعني عشان ابقى حلتها قدامك بالطريقتين من باب المراجعة ومن باب ان احنا بنجهز لامتحان شهر. تمام؟ طيب ادي علامة الديفايد بتاعي معايا 820 divided by 24. 820 divided by 24 زي ما انت شايف كده. خطواتي divide multiply minus bring down، والاتجاه بتاعي from the left to the right. هستفيد بقى بالكوشنت اللي هو كاتبه لي هنا، مش هروح اكتب التايم تيبل. اول حاجه لما هقول 8 divided by 24 كانت بي، يلا يا 2 ساعدي ال 8، فبقى معاك 82 divided by 24. اول حاجه كتب لك 3 اهو، خدت اول ديجيت من ايه؟ on the left. متفقين؟ طيب ده divide، يلا multiply. 3 by 4 12، 2 and carry 1 up. 3 by 2 6 plus 1 7. وادي الماينس 2 minus 2 0 و 8 minus 7 1. برينج داون للزيرو، فبقى معاك ايه؟ بقى معايا 100 divided by 24. تعال نشوف في الكوشنت الديجيت اللي الدور عليه اللي هو ايه؟ 4. يبقى انا خدت 3، هاخد بقى 4. انا بستفيد باللي هو كاتبهولي. اتمنى تكونوا فاهمين انا بعمل ايه. تمام؟ يبقى ده ديفايد. الدور على ملتبلاي. 4 ملتبلاي باي 24. 4 باي 4 16. 6 اند كاري 1 اب. 4 باي 2 4 باي 2 ب 8 بلس 1 يبقى 9.
وادي الدور على ماينس 100 ماينس 96. طبعا 0 ماينس 6 كانت بي، هنمشي نعمل ايه؟ برو 1، مكان ال 1 هيبقى فيه 0، وانت راجع كده هنا في 9 وهنا في 10. 10 ماينس 6 4، 9 ماينس 9 0 خلاص، وهنا بقى عندك 0، فالريميندر بتاعك ايه؟ 4. يبقى انت سواء حلتها بريليشن بتوين ديفيجن اند مالتيبليكيشن او سواء عملت لها ديفايد، فانت هيطلع معاك الريميندر بتاعك 4. متفقين يا شباب؟ احنا كده كده علمنا على الفور بتاعتنا خلاص. طيب بعد كده بيقول لك which of the following are relatively prime numbers، مين من النمبرز اللي قدامك دول relatively prime numbers؟ طب بعرفهم ازاي ان هم relatively prime numbers؟ بيكون the greatest common factor between them equals 1. relatively prime numbers ما عندهمش common factors except 1. عاملين كده زي البرايم نمبرز، ولكن انا بقول عليهم relatively لان البرايم ما عندهمش غير 2 factors بس. خد بالك الفرق، البرايم نمبرز ما عندهمش غير 2 factors بس، 1 and itself، لكن الrelatively prime numbers عندهم اكتر من 2 factors، لكن ما فيش بينهم common factors. طب تعالى نبص هنا، هوت معايا 2 and 10، يميز 2 و 10 هما الاثنين even numbers، فبينهم common factor 1 و2. خد بالك بينهم common factor 1 و ايه و 2، وهتلاقي ان the greatest common factor between the 2 and 10 2. احنا قلنا relatively prime number يبقى the greatest common factor 1. طيب 9 and 25، ها ايه الاخبار؟ يميز 9 الفاكتورز بتاعتها 1 و9 و3، ركز معايا 1 و9 و3. طب 25، يميز 25 الفاكتورز بتاعتها 1 و25 و5. اه معنى كده ان الـ greatest common factor between الـ 9 والـ 25 هو الـ 1. اه يبقى دول relatively prime numbers. تعال بص كده هنا، مثلا كتب لك 4 and 6، لا دول بينهم common factor مثلا 2 لان هما الاثنين even numbers. هنا كتب لك 15 and 6 بينهم common factor 3 مثلا، ده غير الـ 1. فأنا بدور على الـ relatively prime numbers بتوعي دول، يبقى أنا بدور على greatest common factor 1. تاني relatively prime numbers أنا بدور على greatest common factor 1. متفقين؟ عندهم factors تانية بس ما فيش بينهم common factors. واضحة الفكرة يا شباب؟ السؤال اللي بعده بيقول لك the rational number negative 2.5 in the form of a over b is a. طيب كده كده النيجاتيف دي هتنزل اهي خلاص، فبقى معاك 2.5 وانت عايز تكتبها اخد الشكل بتاع a over b. الديسمال بوينت بتاعتك جايه بعد how many digits؟ جايه after one digit. تمام، يعني الدينومينيتور بتاعك فيه 10. مادام كتبتلي في الدينومينيتور 10 شيل الديسمال بوينت خلاص، يبقى معاك نيجاتيف 25 اوفر 10. نيجاتيف 25 اوفر 10. متفقين يا شباب؟ نعلم عليها نيجاتيف 25 اوفر 10. السؤال اللي بعده معاك بيقول لك ابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 3 اند 1 اوفر 4. ها ابسوليوت فاليو هتعمل ايه؟ هتشيل لك النيجاتيف من النمبر اللي قدامك، يبقى هيطلع لك بره 3 and 1 over 4. الناحية التانية عندك negative 4 and 1 over 3. عندك number positive ونمبر negative، البوزيتيف يكسب على طول ما فيهاش نقاش. متفقين؟ يبقى لما يكون عندك positive ونegative، البوزيتيف بتاعك العلامة على طول بتبصله بيكسب الحوار. طيب بعد كده بيقول لك complete the following. طيب فين دياجرام ده؟ مهم جدا جدا يا شباب. هنا بيقول لك in the opposite Venn diagram. طيب the LCM is a. طيب شايف Venn diagram اللي قدامك ده؟ LCM. خد بالك انت وانت بتجيب ال LCM انت بتشد كل النمبرز اللي قدامك وبتعمل لها multiply. طب انا ما عنديش غير 3 multiplied by 7. 3 by 7 يعني 21. يبقى وانت بتجيب ال LCM بتاعك
انت بتاخد كل النمبرز اللي قدامك جوه فين دياجرام وبتعمل لها ملتبلاي. طب لو سألتك على الجريتست كومن فاكتور يا ميس، ما هو انا ما عنديش هنا، يبقى ساعتها هتقولي ان الجريتست كومن فاكتور از 1. الجريتست كومن فاكتور بتاعك 1، تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك the distance between negative 4 and its opposite on the number line equals how many units. الdistance between negative 4 والopposite بتاعتها اللي هي 4 على النمبر لاين بتاعك equals how many units. طيب تخيل معايا كده، مش لازم بقى اقعد ارسمه بالظبط يعني، ولكن تخيل معايا كده نمبر لاين، خلاص عندي فيه 0 في النص هنا، تمام، والناحية دي هلاقي 4 والناحية دي هلاقي نيجاتيف 4، وهو عايز الديستانس دي قد ايه. خد بالك ان الديستانس دايما ايه، بوزيتيف نمبر، بوزيتيف ايه نمبر، يعني انا عندي الديستانس بتوين الزيرو ونيجاتيف 4 انا عندي هنا 4 يونتس، والديستانس بتوين 0 و 4 عندي 4 يونتس، يبقى بين الزيرو والفور عندك 4 يونتس، وبين الزيرو ونيجاتيف 4 عندك 4 يونتس، يبقى التوتال ديستانس بتوين 4 ونيجاتيف 4 بقى كلها اجمع ال 4 يونتس على ال 4 ايه يونتس، 4 بلس 4 يبقى 8 يونتس، متفقين؟ يبقى انا عندي 8 يونتس. طيب السؤال اللي بعده، هو هنا بيقول لك 1 over 3 بلس 2 over 5 الكلام ده equals ايه؟ طيب انا عندي 2 fractions عايز اجمعهم with unlike denominator، الdenominators مش زي بعضها، هبدأ اظبط ايه؟ هظبط new fraction equivalent fractions اللي موجودة قدامي. طيب ال LCM بتاعك يا ميس 3 وال 5 هما الاتنين prime numbers، معنى كده ان ال LCM بتاعي هيبقى البرودكت بتاعهم، برافو عليك. يبقى انت هتظبط fractions with denominator 15، 3 by 5 ب 15، تمام؟ طب 3 بقت 15 حصل لها ايه؟ multiplied by 5، اطلع على ال 1، 1 by 5 ب 5 بلس، ويدي 15 في الدينومينيتور، ال 5 بقت 15 حصل لها ايه؟ multiplied by 3، اطلع على ال 2، 2 by 3 6، والكلام ده equals. بص بقول لك denominators ازاي، نزل بقى 15 في الدينومينيتور واجمع النيوميريتورز 5 بلس 6 يعني 11 over ال 15. طيب اسأل نفسك بقى ال 11 وال 15 بينهم common factors؟ لا يا ميس مفيش بينهم common factor، كده خلصتها. لو بينهم common factor كنت هقولك اعمل لهم ايه؟ simplify، تمام؟ لكن عشان هما ما عندهمش فخلاص انت كده وصلت للنهاية بتاعتها. السؤال اللي بعده بيقولك 2 and 1 over 5 minus 1 and 1 over 6. طيب انا معايا 2 mixed numbers عايز اعمل لهم subtract، اخبار الدينومينيتورز بتاعتك ايه؟ يا ميس عندي 5 وعندي 6، انلايك دينومينيتور لازم تظبطها. ال LCM بتاعك 30 للتو دينومينيتورز اللي قدامك دول، هبدا اظبط ميكسد نمبرز جديده دلوقتي وهظبط الدينومينيتور انه يكون 30، الهول نمبر هينزل زي ما هو ال 2 اهو، وادي اللاين بتاعي بتاع الفراكشن، احنا اتفقنا هظبط دينومينيتور 30 اهي، ال 5 بقت 30 حصل لها ايه؟ multiplied by 6، اطلع على ال 1، 1 by 6 ب 6 minus، خد ال whole number نزله 1 اهو، وحط لي denominator 30 اهي، 6 بقت 30 حصل لها ايه؟ multiplied by 5، اطلع على ال 1، 1 by 5 ب 5، الكلام ده equals. بص بقى اتظبطت ازاي، بقوا 2 mixed numbers ومعاك like denominator اهو 30، وعشان تقول fraction minus fraction هتأكد الاول ان 6 over 30 اكبر من 5 over 30 عشان ينفع اشتغل subtract، هي اكبر، تمام. نبدأ بقى fraction minus fraction whole minus whole. طيب fraction minus fraction نزل لي 30 في الدينومينيتور، 6 minus 5 يعني 1، روح للهول 2 minus 1 ب 1، يبقى طلع معايا ايه؟ 1 and 1 over 30، هي خلاص كده خلصت، متفقين؟ السؤال اللي بعده مديني هنا 42 بلس 35، وبيقول لك ان الكلام ده equals 7 multiplied by what بلس a multiplied by 5. فكر معايا كده يا ميس، هو مصعبها كده ليه؟ هو مش مصعبها ولا حاجة، ركز كده، انت معاك 2 numbers هم بتعمل لهم بلس، تمام.
طب مين هو الـ greatest common factor للـ 42 و 35؟ هتلاقيه 7. هفتح القوس بتاعي، انا هكتب expression هنا يا شباب. 42 divided by 7 equals 6 plus 35 divided by 7 equals 5. فبقى معايا 7، وفتحت القوس زي ما انت شايف، يعني multiply by 6 plus 5. طيب بص كده، 7 هتخش تسلم على 6، فبقت 7 multiplied by 7 multiplied by، يعني هنا ناقص 6، الكلام ده بلس. ها ال 7 هتخش تسلم على مين؟ على ال 5. يبقى 7 multiplied by 5، هو كاتب لك by 5، يبقى انت هتكتب له 7. شفت الواحد بيفكر فيها ازاي؟ يبقى انا الاول شفت ال greatest common factor بتاعي، عرفت ان هو ال 7، وعرفت ايه هما التو نمبرز بتوعي اللي انا هكتبهم بين الاقواس اللي هما 6 plus 5. بدأت اشتغل ايه؟ distributive probability. فبدأت اقول 7 multiplied by 6 plus 7 multiplied by 5، اهي 7 by 6 plus 7 by 5. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك arrange the following numbers from the least to the greatest. from the least، من الصغير، to the greatest، للكبير، يعني ascending order. تمام كده؟ ascending order. طيب احنا متفقين ان النمبرز بتاعتنا بتتقسم ازاي؟ نيجاتيف زيرو بوزيتيف، نيجاتيف زيرو بوزيتيف. فالنيجاتيف ده الجزء الاول بتاع الصغير، خلاص اصغر حاجه، وانا بدور على الليست هدور على النيجاتيف نمبرز اللي معايا. تمام، انا معايا نيجاتيف هاف ومعايا نيجاتيف 7 اوفر 12. طب اقارن بينهم ازاي؟ مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير؟ مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير؟ تعال نقارن بينهم بره علشان الناس تبقى فاهمة معايا. نيجاتيف هاف ومعايا نيجاتيف 7 اوفر 12، ومحتاجة اقارن بينهم. متفقين؟ محتاجة اعرف مين اصغر واحد هيجي الاول. طيب اوكي، نيجاتيف هاف دي يا شباب، ايه رأيك لو انا زبطتها وجبت فراكشن ايكوفالنت لنيجاتيف 7 اوفر 12؟ انا هزبط دينومينيتور دلوقتي، يعني انا هزبط دينومينيتور 12، هيبقى معايا نيجاتيف اهو و 12 اهي. التو بقت 12، حصل لها ايه؟ يميز حصل لها ملتبلاي باي 6، اطلع على ال 1، 1 باي 6 ب 6. فبقى معاك نيجاتيف هاف دي هي نيجاتيف 6 اوفر 12. طب انت بتقارن دلوقتي، انت بتقارن بين نيجاتيف 6 اوفر 12 ونيجاتيف 7 اوفر 12، مين فيهم الاكبر؟ مين فيهم الاكبر؟ يعني وانا ماشي على النمبر لاين بتاعي كده هيقابلني 0، ركز معايا كده، وبعدين وانا ماشي قبل ما اوصل لل 1، قبل ما اوصل لل 1 اللي هي 12 اوفر 12، هيقابلني هاف، نيجاتيف هاف هنا اللي هو نيجاتيف 6 اوفر 12. بعدين لما امشي تاني شوية وابعد عن الزيرو هيقابلني نيجاتيف 7 اوفر 12. مش ده الطبيعي وانت عمال ماشي على النمبر لاين بتاعك؟ هيقابلك الاول نيجاتيف 6 اوفر 12 وبعدين نيجاتيف 7 اوفر 12. طب انت عندك قاعدة بتقول ان النمبر اللي موجود on the right is the biggest. الرقم اللي موجود on the right، انا عندي هو right وleft، اللي on the right ده الكبير، يبقى ده اكبر. يبقى انت كده اصغر نمبر قدامك هتبدا الترتيب بتاعك بيه هو مين؟ نيجاتيف 7 اوفر 12. هرجع بقى ابدا ارتبهم. يبقى انا الاول هيقابلني نيجاتيف 7 اوفر 12. تمام، ابدا اكبر شويه هيقابلني نيجاتيف هاف. خد بالك احنا كده قارنا بين النيجاتيف نمبرز بتاعتنا وخلاص رصصناها. احنا اتفقنا النمبرز بتاعتي متقسمه لايه؟ نيجاتيف وزيرو وبوزيتيف. عندك زيرو؟ يبقى الدور جه عليه. بعد كده البوزيتيف نمبرز بتاعتك، عندي 3 اوفر 4 وعندي 2 اند 1 اوفر 2. طيب يا ميس، اول هيجي 3 اوفر 4، ده ما عندوش هول اصلا، ده ما عندوش هول نمبر، يبقى ده اصغر. وبعد كده اكبر واحد هيقابلني 2 اند 1 اوفر 2 او 2 اند هاف. احنا كده رتبناهم ascending order او from the least to the greatest. واضحه الفكره؟ سؤال مهم قوي برضو يا شباب. بعد كده بيقول لك
a merchant paid 2000 LE to buy 16 boxes of mangoes. الراجل دفع 2000 LE to buy 16 boxes of mango. Find the price of each box. ادي اول سؤال. تمام، يبقى هقول له the price of each box. الكلام ده equals، وطبعا هعمل divide. هعمل ايه؟ هعمل ديفايد، هاخد 2000 ديفايدد باي 16 اهو، 2000 ديفايدد باي 16. خطواتي الثابته ديفايد ملتبلاي ماينس برينج داون. ابدا جهز لي شويه في التايم تيبل بتاع ال 16. ها 1 ملتبلاي باي 16 ايكوالز 16، 2 ملتبلاي باي 16 ايكوالز 32، 3 multiplied by 16 equals 3 by 6 18 8 and carry 1 up 3 by 1 3 plus 1 4. 4 multiplied by 16 equals 4 by 6 24 4 and carry 2 up 4 by 1 4 plus 2 6. 5 multiplied by 16 equals 5 by 6 30 0 and carry 3 up 5 by 1 5 plus 3 8. طلع لي 80. هكتفي ولو احتجت تزود تاني هزود. متفقين؟ طيب ابدا اشتغل بقى. طبعا from the left to the right. 2 divided by 16 كانت بي ال 2 اصغر من ال 16، هناخد الزيرو بقى معاك 20 divided by ال 16. عندك هنا برودكت عباره عن 20، ما عنديش اللي هيساعدني اللي هو ال 16 اللي اقل منها. فلما اقول لك 20 divided by 16 هيدي لك 1. ملتبلاي بقى 1 multiplied by 16 ب 16 minus 20 minus 16 يعني عندك 4. bring down للزيرو معايا 40 divided by 16. عندك هنا 40؟ ما عنديش. طب مين الريكتانجل اللي هيساعدني؟ هو ده 32. طيب يبقى لما اعمل divided by 16 هيديني 2. اعمل multiply 2 by 16 ب 32 الدور على minus 40 minus 32 يعني 8. 40 minus 32 يعني 8. bring down الدور على الزيرو هينزل اهو معايا 80 divided by 16. 80 divided by 16 ده موجوده معايا اهي. 80 divided by 16 هيديني 5. طبعا 5 multiplied by 16 ب 80 وادي الماينس وزيرو هات اهي. يبقى ال price of each box is 125 LE. متفقين؟ خد بالك ان احنا ما كناش خلصنا المساله بتاعتنا. تعال نكمل. احنا كده جبنا البرايس بتاع each box. طيب and if each box contains 5 kilograms of mango، كل box منهم فيه 5 kilograms of mango، find the price of each kilogram. اوكي ها، انا معايا البرايس بتاع كل ايه box، وقال لك ان كل بوكس جواه فيه 5 كيلو جرامز، وعايز البرايس اوف ايتش كيلو جرام. يبقى هقول له ذا برايس اوف ايتش كيلو جرام. الكلام ده ايكوالز، وهاخد السعر بتاع البوكس كله اللي هو 125 ديفايدد باي ال 5 بقى كيلو جرامز اللي جوه البوكس. الكلام ده ايكوال. خد بالك ان الديفايزر بتاعك عباره عن ايه؟ 1 ديجيت نمبر. الديفايزر بتاعك 1 ديجيت نمبر، عشان كده تقدر تستخدم شورت واي فور ديفيجن. نعرف نستخدم دلوقتي الطريقه الصغيره ان انا احلها على طول. طبعا لو انت مش بتعرف تستخدمها مفيش مانع تعملها باللونج ديفيجن بتاعك، لكن انا وانا هنا هحلها ازاي؟ بص كده، اهم حاجه انت عارف الاتجاه بتاعك وانت بتحل from the left to the right. طبعا 1 divided by 5 can't be، هتاخد ال 2 تساعدها. 12 divided by 5، 12 يميز divided by 5 يعني 2. 2 by 5 ب 10، يبقى انت معاك remainder من ال 5 من ال 12 ايه؟ معايا remainder من ال 12 2. تمام، هتحط لي ال 2 هنا كده on the left من الديجيت اللي جنبها واقراها 25. 25 divided by 5 equals 5. خلصناها خلاص، لان ما عادش عندي هنا ديجيتس تانية اكمل بيها ديفايد. يبقى 25 ال اي. كده جبنا البرايس بتاع ايه؟ اتش كيلو جرام.
ما تنساش كلمة ال اي في الحل بتاعك، متفقين؟ ما تنساش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب، وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.